هنبدأ ربع ساعة اقتصاد من توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030 والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021-2022 والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.